كله كده نشوف فيه عشان خاطر هنيجي ابوك نقول له يجيب لنا تاني. شوفي مين اللي على الباب. ايه نور، عاملة ايه؟ ايه ده، انت جبتوا كحك وبسكوت؟ اه تعالي كلي معايا. ماشي. ازيك يا نور؟ عاملة ايه يا طنط؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عاملة ايه؟ كويس. ايه ده، وانتوا عملتوا كحك وبسكوت؟ اه يا حبيبتي دول اخر حبة. اه، اصل ماما مش راضية تعمل لنا، بتقولي اللي جده متوفي. لا قولي لها انت منتنة يا ماما. خدي يا حبيبتي ثم اخر حبة. معلش يا حبيبتي بس مش هينفع. قولي يا حبيبتي. ازيك يا نور؟ عامل ايه؟ ازيك يا عم سنبل، ايه عامل ايه؟ اخبار؟ بتعمليها ليه كده يا بنتي؟ انا ما عملتش حاجة، هما يا دوبك ما فيش غير دول. هجيب لك تاني. ما انا قلت لك، قلت لي ايه؟ قلت لك هات تاني وانت ما جبتش. مش لما تخلصي اللي جوه؟ ده انا سامع بتقولي اخر حبه دولت. ايه دولت اخر حبه؟ ايوه ما هو اخر حبة. ده انا لسه جايب الحاجات ديت، لسه جايب، لسه ما انت لسه اول فاتحه ليكي دي. اما تروح تخلي عندهم هما يعملوا. طب وليه، ودي ذنبها ايه؟ ده طفله دي، راضيها باي حاجه. ما انا رضيتها، اديتها واحده. واحده؟ اه يعني انت اديتي لها قيمتك كده صح؟ لا مش قيمتي، هما اللي يعلم منتنا ما بيعملوش. مفيش دعوه يعملوا ولا ما يعملوش، دي مالها، دي ذنبها ايه؟ هو انا ما عملتش حاجه، ما انا اديتها زيها زي البت اهو. طب ما تحطي ده قدامهم كده، تمام؟ ياكلوا منه. كل يا حبيبتي كل. بلاش الطريقه بتاعتك دي. كلي كلي. قولي ايه؟ خدي يا نور. رايحه فين يا نور؟ ليه كده يا بنت؟ انت بقى بتاعتك دي غير اسلوب شويه، ده طفله. انت ما بتحسيش؟ ليه كده؟ احترمي بنتك يا ستي. ايه يا نور؟ اقعدي يا نور اقعدي. معلش يا نور، عندي انا دي. خلاص يا عم سنبل، انا هخلي بابا يعمل لنا. خلاص يا نور، انت رايحه فين؟ انت ليه عملتي كده يا ماما؟ وانا عملت ايه؟ ده اللي هم حبه على قدنا. اجيب مين يفهمك الصح من الغلط؟ لا هو ده الصح. بنتك هتفهمك الصح من الغلط. لا هو ده الصح، عشان هم اصلا عالم بخنا. يا بنتي ما تتعامليش معاها كده، دي طفله ملهاش دعوه باللي بيحصل بينك وبين امها ولا بينك وبين جارتك، ملهاش دعوه دي. يوه ما انا اديتها. اديت لها واحده وشيلت طبق من قدامها؟ على فكره انا شايف الحوار من هنا كله وسامع كل حاجه. خلاص يا سمول، ده اللي حصل. انا مش عارف اقول لك ايه، فهمي امك الصح من الغلط. الله يهديك يا بنتي. عشان انت غلط يا ماما اللي انت عملتيه ده مع نور. غلط ليه؟ وانا عملت ايه؟ ما انا اديتها زي ما اديتك. عشان انت كنت اديت لها الطبق كله. يا بنتي ما فيش غيرهم، لما هي تاخدهم انا اخد ايه؟ ايه؟ ما انتوا هتاكلوا، ما فيش تاني، ده غالي، ده غالي وهم ما عملوش حاجه. اقول لك حاجه يا ماما، انا مش عايزه اكل، انا اروح اقعد مع بابا. انت فقريه انت يا بابا. ايوه. ايه يا حبيبتي تعالي ادخلي. مالك يا نور؟ حبيبتي مالك زعلانه كده ليه؟ مالك؟ واحنا ليه ماما بنعمل كحك وبسكوت؟ كحك وبسكوت؟ ما انت عارفه ان بابا ميت يا نور، مش هينفع نعمل عشان بابا هيزعل وعمك هيزعل. ماشي يا ماما، انا كل ما اروح عند حد الاقيه عامل. دلوقتي طنط اللي فرحنا دي عايرتني يا ماما. انت كنت عندهم دلوقتي؟ ايوه كنت عندهم بلعب مع نورين وهي عايرتني. قالت لك ايه يعني؟ عيلتك قالت لك ايه يا نور؟ قالت لي رحت انا هناك فلقيت نورين بتاكل بسكوته بنتها. اه فبعد كده انا رحت نور ان قالت لي تعالي معايا جوه. بعد كده جيت هي عطتني واحده، انا ما رضيتش اتكلم وبرده قلت ايه عادي. وبعد كده جت شدت الطبق في ريحها. بعد كده انا عم سنبل جاي، جيت انا سبت الطبق ومشيت. يعني هي عندها زيك يعني؟ ازاي تعمل كده؟ ما اعرفش، هو ماليش دعوه، انا عايز اعمل كحك وبسكوت. طب بس ما تزعليش. لا انا عايز اعمل كحك وبسكوت، ماليش طيب دعوه. انا هتكلم مع بابا. تعالي تعالي هنتكلم مع بابا. تعالي يا ماما، خش ادخلي يا ماما. ايه يا حبيبتي اتاخرت بره ليه كده؟ نور عماله تعيط، جايه لي بتعيط. بص منظرها عامل ازاي ومتضايقه. مالها ايه اللي مزعلها؟ عشان ما عملناش كحك وبسكوت، عشان جدها المتوفي راحت عند جيراننا كسروا بخاطرها. جارتنا عندها عيله زيها كسرت بخاطر العيله. طب وانت عارفه ان انا ما ينفعش نعمل كحك وبسكوت عشان ابويا متوفي بقاله 3 شهور. طب والكحك والبسكوت ماله ومال المتوفي؟ دي عيله ونفسها زي العيال. طب وانا مالي؟ انا ذنبي ايه؟ ابويا ميت.
الناس يقولوا عليا ايه؟ وايه علاقة الموت بالاكل فهموني، انا مش فاهمة حاجة والله. ما ينفعش بجد، عندنا عادات غريبة ماشيين عليها في البلد ده. ما ينفعش ما فيش حاجة اسمها ما ينفعش يا احمد، العيلة اتكسر بخاطرها. انت عارفة احنا ماشي احنا نقول مش عايزين يا سيدي. يعني انت لو انت مكاني هتعملي كحك وبسكوت؟ عيلتي نفسها فيه ملهاش دعوة، اصل الكحك والبسكوت مش هيجيب لي ابويا اللي مات. ما هي ما تعرفش، هي ما تعرفش الكلام ده. مش هو اللي هيخليني حزينة على ابويا، انا حزني في قلبي ملوش دعوه. جدك ميت يا نور، ما ينفعش نعمله يا نور. مش انا عايزه يا بابا اكل، مش يعني انا عايزه افهم الاكل ماله ماشي. كام ده راح اعمل فرح؟ اه انا كده غلطانه بعمل فرح يا بنتي. انت بتفهمي ازاي؟ بقول لك ابويا ميت، الناس يقولوا ايه؟ يقولوا ما عندوش دم، ابوه ميت وعامل كحك وبسكوت، في ايه يا ايمان؟ احنا لازم نعمل كحك وبسكوت عشان العيله. خلاص الكلام انتهى معايا، هنتكلموا ياما في الموال ده. هو احنا عشان عملنا كحك وبسكوت يبقى فرحانين بقى؟ فرحانين في اللي مات يا ابني؟ انا مش فاهمه ايه علاقه ده. طب نريحك، هرن على علاء اخويا وهنسمعك بنفسه. ايه يا علاء اخويا عامل ايه؟ والنبي علاء عايزك كده في موضوع كده، تعالى لي بسرعه. لا حاجه بسيطه بس معلش. ماشي علاء، سلام. مكبرين الموضوع وعاملين حكايات، وانت عارفه اللي ما ينفعش خالص. انتوا مكبرين وبتعملوا حكايات الكحك وبسكوت لا عشان في حد ميت، ايه علاقه الاكل بالناس اللي ماتت؟ ماشي ماشي. يعني هي لما حد بيموت ما بناكلوش؟ قوم يا نور افتح الباب يا نور، قوم. حاضر. نور ام علي عامل ايه؟ حبيبتي يا نور عامل ايه؟ كويس اللي انت جيت، ده ابوه مش راضي يعمل لنا كحك وبسكوت. كحك وبسكوت يا نور؟ جده لسه متوفى من 3 شهور، ينفع نعمله كحك وبسكوت وجده لسه متوفى من 3 شهور؟ الناس تقول علينا ايه؟ ينفع؟ معرفش، بس انتوا لازم تعملوا لنا، انا عايز اكله. انت دلوقتي كبرتي، المفروض تبقي فاهمه الحاجات ديت. المفروض تبقي فاهمه ان ما ينفعش، ده جده لسه بقاله 3 شهور، احنا نعمل كحك وبسكوت؟ الناس تقول علينا ايه؟ تعالي بس يا حبيبتي، تعالي. وبابا جوه؟ بابا جوه؟ ايوه بابا جوه. تعالي يا حبيبتي. تعالى يا فادي. السلام عليكم. تعالى على ايه يا عم احمد؟ خير؟ تعالى شوف البلوة اللي النور جابتها لنا. خير يا عم احمد؟ خير. في ايه؟ عيلة مصطفى الكحك والبسكوت شفته عند جيراننا وجارتنا كسرت بخاطرها، حرقت دم البيت. كحك وبسكوت يا احمد؟ ايه رايك يا عم علاء نجيب لهم كحك وبسكوت تاني؟ كحك وبسكوت يا احمد؟ واحنا يا احمد هتتكلموا في حاجه مالهاش لازمه ليه يا احمد؟ ده ابوكوا لسه ميت من 3 شهور يا احمد. استاذ علاء، يعني هو الاكل بال، يعني قصدي الحزن بالاكل والشرب؟ بكل حاجه يا ستي. لا مش بالاكل، لا بكل حاجه. هو الميت مربوط الحياه بتقف؟ لما وانت عندكم عيال وانا ما عنديش عيال؟ ما انا عندي عيال برضه. انا بس عايز اقول لك حاجه، ما ينفعش يا بنتي، ما ينفعش. هو ابويا ميت بقاله 3 شهور، الناس هيقولوا علينا ايه؟ ما ينفعش. في ايه؟ واحنا للدرجات دي ما كانش غالي عندنا؟ هو عشان اعمل كحك وبسكوت يبقى ما كانش غالي عندنا؟ ايوه، ما بتتحسب بالحاجات ديت ولا تتحسب ولا حاجه والله. انتوا اللي بتعملوا مواضيع والله. مش عارفه انا اقول ايه بصراحه. احنا بنعملوا مواضيع؟ طب انا عايز اسمع مراتك بتقول ايه يا احمد. طب انا هنقول لك كلمتين معلش، يعني ما تزعلش مني. انا هنشتري 5 كيلو ولا حاجه عشان خاطر ما نكسرش الخاطر. خلاص كده اتحلت اهي يا استاذ. انا مش مصدق والله اللي انت بتقول. تشتري عشان خاطر؟ طب ما تعمل بقى وخلاص. عشان خاطر العيال يا احمد، ما دام هتشتري طب ما تعمل وخلاص. ايه الفرق؟ مش هناكل يعني. ايه الفرق بين ان انت تشتري وتعمل يا احمد؟ عشان خاطر العيال ما ينكسروش قلبهم بس يا علاء، والجيران بيعايروهم يا علاء. عيال مين يا احمد؟ انا عندي عيال يا احمد. ده اكل، ده اكل والله ملوش دعوه باللي ولا اكل اللي الكحك وبسكوت. لو ما اتعملش العيال هتموت يا علاء. مش تدي علاء بالراحه علاء، في ايه؟ لا العيال مش هتموت لو ما جاش كحك وبسكوت السنه دي يا احمد. اتكلم بالراحه علاء. ده عيد وفرحه بيتكسر. وانا بقول لكم العيال ما تعيطش كده، في حد بيخبط. هو ده كان العيد ده، بس ملوش دعوه. لا لا يا احمد، لا انا يا عم علاء، انت اخويا الكبير. بس انا شايف ان الموضوع. لا يا احمد، لا انا متفاجئ باللي انت بتقوله ده. ازاي يا علاء؟ والله متفاجئ. طب والعيال علاء ذنبهم ايه طيب؟ هو العيال بيقول لك ما ياكلوش. ازاي يا علاء طيب؟ اقول لك على حاجه استاذ علاء، يعني الناس في الشوارع يعايروهم علاء؟ ما عملتوش، ما عملتوش وخليته. ما هيعايرونا برضه بان احنا عملنا كحك وبسكوت وابوك لسه متوفى بقاله 3 شهور. والله لو سمعت الكلام الناس ما انتش رايح ولا جاي، الناس كده كده بتتكلم. في ايه يعني؟ والاكل هيطلع ابوك يا علاء. كلها حاجات مرتبطه بالحزننا على ابونا يا احمد. يا عم الحزن في القلب يا عم علاء. اه الكلام ده اللي بيتقال عشان تبرر بيه مواقف الدعاء بالرحمه يا عم علاء. بكل كل الكلام ده بيتقال عشان تبرر بيه وتعمل يعني. انا يا احمد، بص يا احمد، لا يا عم يا بنموت ما بناكلوش، مش بناكله يا ايمان. كل اللي انتوا بتقولوه ده بيتقال عشان يتعمل بس حجج. هو الميت مبروت مش عارف ايه، هو العيل مش هتاكل، هو لو احنا عملنا هيرجع الميت.
كل ده لما نكون انا عايز نهايه لنفس حجج بنقول الكلام ده، لكن لو انا زعلان على ابويا اللي بقاله 3 شهور لسه مش هنفكر ولا كحك ولا بسكوت ولا في اي حاجه. يا عم على اسمك ولا بس ولا في اي حاجه ما تاكلش لما المشروب عندك. اسمعي ما تتكلميش مع اخويا كده. طب ما تتكلميش معاه بالطريقه دي لو سمحت. حاضر يا عم علاء. كل حاجه بالعاجل. ابوك ميت بداله 3 شهور تمام. احنا ندعو له بالرحمه وبالدعاء ونقرا قران ونصلي. انا شايف ان الحاجات دي حاجات عاديه. ما نتصرف يا ستي. انا بتكلم مع اخويا لو سمحتي. الله وانا محروق قلبي على بنتي بصراحه. الله نعمل معاك ايه اكتر من كده؟ ما تلمي نفسك شويه. خلاص يا احمد انا سكت. خلاص يا احمد ماشي ورا مراتك. يا احمد ماشي ورا مراتك واعمل كحك وبسكوت. يا عم علاء انا مش ماشي ورا حد. يا عم علاء انت عندك عيال وانا عندي عيال. العيال جنبهم ايه يا عم علاء؟ خلوا الحزن في قلبنا يا عم علاء. الله تبارك يا عم علاء. الكلام ده مش هينفع. السلام عليكم. تعالى يا عم. ازيك علاء؟ ازيك يا سلام يا عم. ازيك يا احمد؟ طيب يا حبيبي. اتفضل يا عم. كويس اللي انت جيت يا عم. اللهم صل على النبي. تعالى شوف اخويا بيقول يا عم. لو سمحت يا ام نور اتفضلي خش جوه. خدي نور معاكي وخش جوه. حاضر حاضر. يلا صل على النبي. عاشت السلام. زيد النبي صل. عاشت السلام. اللي مد اخويا وابوك زي ما هو غالي عندك غالي عندي برضه. اكيد يا عم. ايوه. انت يوم ابوك مات انت وياه قعدت على الصينيه وكلته ولا ما كلتوش؟ كلنا عمي بس ده حاجه وده حاجه. طب ليه ما قلتش انا مش واكل؟ عمي احنا عندنا عادات وتقاليد في الصينيه. ليه ما تعش ليه ساعه العشره ما تحط قلت انا مش واكل؟ ينفع تقول مش واكل؟ لا. هتاكل تاني يوم. هتاكل ولا مش هتاكل؟ مظبوط يا عم. انت ينفع تستحمل الجوع؟ لا. ليه يا عم احمد؟ انا بنقول لاخويا كده يا عم زعل من كلامي. عمي دي عاداتنا وتقاليدنا يا عمي. يا حبيبي مش كل عادات والتقاليد لازم ننفذها عمياني. في حاجات ما ينفعش ننفذها لازم عشان ده اكل وشرب. خد اتفضل كل. مش ده عيش؟ ده معمول بالدقيق ولا معمول بايه؟ معمول بالدقيق يا عم. والعيش معمول بالدقيق ولا بايه؟ بالدقيق يا عم. اتفضل يا احمد. انا كان عليا مش عايز يا عمي بس انا مش عايز نشر بخط. لا ده انتوا بتعملوا حجه بقى. انتوا لو معكمش فلوس تجيبوا لعيالكم خد يا عم فلوس انت وياه. خد 400 جنيه همك. هات لك 2 كيلو اسمه ايه بسكوت وكحك وانت 400 جنيه هم. ولا تزعل عيالك. الموضوع كل يا عم الكحك والبسكوت. ده انا اللي عامل كحك وبسكوت. ده اخويا اللي ميت. عمرك ما تكون زعلان عليه جدي. انت عايز على اخويا يزعل منك؟ لا مش عايز على منك. انت تجيب كحك وبسكوت النهارده لعيالك يا عمي. مش الموضوع. وانت تجيب كحك وبسكوت لعيالك. عايزين فلوس تاني؟ ربنا يخليك لنا يا عمي بس برضه انك مش هبطت الكلام. انت مش هتاكلها ولا ايه؟ هناكلها يا عم والله ما نقدر نختار لك كلمه. طب يا عم وانت على كل عايزكم تهدوا كده مع بعض. مش اي اجل مشكله تتنفذوا على قصاد بعض وتسمعوا بكم الناس. انتوا اخوات والضفر عمره ما يطلع من اللحم. اكيد يا عم اكيد. ايوه وهات كحك وبسكوت لعيالك اللي انت شايفه. ماشي اللي انت شايفه. يا ريت الرساله تكون وصلت يا جماعه. والكحك والبسكوت ما بترجعش ميت تاني ولا بيعمل اي حاجه. هو الكحك والبسكوت ما الا بس ايه حاجه بتفرح العيال. السلام عليكم. ربنا يخليك لنا يا عمي. سلام عليكم.